هيا قلت لكم انا عاد حضرت الخضره نتاع سلاد ماسيدوان الكل تجلبينا فورتها في سلاد ماسيدوان نحطوا لفت مفور زيدا كيف كيف وصف النارية واللوبيا الخضراء فوالا لوبيا خضراء سفنيريا لفت وجلبينا القصة هذيك القروات الجيدين هذيك هي القصة الماسيدوان والديفيرونس بينها وبين السلطة المفور اللي نعملوها احنا هي اللي فيها اللفت المفور باهي هذم الكل ساهل برشا باش نحطوهم في وسط الصحفة مع بعضهم فوالا فورناهم كما قلت لكم الكل نخلطوهم والفاح نتاعهم ساهل برشا فلفل اكحل وملح ومايونيز عملناها اليجي شويه حليناها هنخلطوهم الساعة انا نحبهم سلايت هذم خاطر شو محلى الوانهم باه خلطوهم هذوك الكل ملح وفلفل اكحل المايونيز اللي خففناها وباش نحطو معاهم كيف كيف المعدنوس قصيناه جيد على الاخر جيد 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 فوالا وزدت قصيت معاهم الموزاريلا اون كوب كيما القصه نتاع بقيه الخضره نتاع سلاد ماسيدوان نجي توا جوست نزيدوها المايونيز هذا هو كيفاش تتفوح السلاد ماسيدوان نتاعنا فوالا هذه هي سلايطه اليوم نكمل نخلطها نحطها من بعد في صحن أتاو تشوفوها ونزين التالياتيلي بالبولات دو بولي ونرجع لكم شوية آخر.